القلب بيتكون من 4 تجويف, 2 atriums and 2 ventricles. الروت من كلمة atrium تبقى atrium زي مصطلح atriomegaly, يعني تضخم غير طبيعي في أذين القلب. والروت من كلمة ventricle تبقى ventricule أو ventriculo زي مصطلح ventricular dysrhythmia اللي هو خلل في تنظيم انقباضات البطين. والقلب بيحتوي على 4 صمامات, واثنين منهم بين الأذين والبطين, وبيطلق عليهم اسم atrioventricular valves. الصمام الأيمن اللي بين الأذين والبطين الأيمن right atrioventricular valve يسمى tricuspid valve, والصمام الأيسر اللي بين الأذين والبطين الأيسر left atrioventricular valve يسمى bicuspid valve أو mitral valve, والصمامين الباقيين اسمهم semilunar valves. أحدهم يقع بين right ventricular والبلمونري artery ويطلق عليه اسم pulmonary valve, والآخر يقع بين left ventricle والأورطة ويسمى aortic valve. الروت من كلمة valve هو valve أو valvo أو valvule أو valvulo زي مصطلح valvulitis التهاب الصمام. المعدل الطبيعي لنبض القلب normal heart rate هو من 60 ل 100 مرة في الدقيقة, فلو قل عن 60 يبقى bradycardia, وbrady suffix معناها بطيء, ولو زاد عن 100 يبقى تاكي كارديا, وتاكي بريفكس معناه سريع.